النسخة الأحدث من هجمات بيروت الإرهابية لم تكن مفاجئة بل كانت متوقعة كما يقول المراقبون، ولكنها تظهر من جديد أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ضد الإرهاب ربما تكون قد أثبتت فشلها. على أن الإرهاب وأن تعددت لافتاته يبدو أنه له حسابات خاصة جداً الظاهر فيها أنها مختلطة بأجندات إقليمية كثيرة، وهذا ما يظهر للعيان أن المعضلة الأمنية في لبنان ومحيطه بقدر ما هي معقدة بقدر ما هي عصية على الحل. أنا ومرئي بسيارتي نازل على الشغل، ما حسيت إلا دخني سودا وهو سخن كثير قوي طلع قدامنا، ما حسيت كل حسينا فيه، بس يعني الله يساعد العالم، يعني واحد ضيع على شغله بيسترزي يمكن ما يوصل على بيته. شغل تحت بالطابق الارضي، ما سمعنا الا شيء صدى قوي طلع، فطلعنا على الشارع لقينا شقف لحم كلها مشقف على الارض هون، وفي كرسي حمكي حديد من السياره اللي انفجرت. الهدف هو العيش مهما كانت الظروف ورغم كل شيء، يتابع اللبنانيون حياتهم كالمعتاد، فأعمال العنف العشوائية لم تفلح في الحد من عشقهم لحياة ألفوها رغم كل المناغصات. للمزيد مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ جورج علم. أهلا بك معنا أستاذ جورج. يعني بداية بدي أسألك عن التوقيت، ما دلالات هذه الهجمات في هذا التوقيت ولم يمضي على الحكومة أقل أو أكثر من أسبوع؟ أنا باعتقادي ليس الهدف هو الحكومة ولا التوقيت، التوقيت هو هذه يعني المجموعات تريد أن تضرب في المكان والزمان عندما يتاح لها ذلك. وباعتقادي إذا كنا نريد أن نضع يعني ما جرى اليوم في إطار زمني لقلنا بأن هذه العملية جاء بعد الاكتشافات التي قام بها الجيش اللبناني مؤخرا واعتقال نعيم عباس، وهو بطبيعة الحال إرهابي ينتمي إلى طبعا كتائب عبد الله العزام، وأيضا مع تشكيل الحكومة التي لم تتسلم بعد مهامها بصورة رسمية. هذا من حيث التحليل السياسي، لكن باعتقادي أن هذه العمليات يعني لا تنتظر الحكومة ولا أي شيء على المستوى اللبناني، تريد أن تضرب في المكان والزمان الذي تريده عندما يتاح لها ذلك، وبالتالي مسؤولية الحكومة هي طبعا تعطيل المكان والزمان لمحاربة هذه الجهات التكفيرية. نعم أستاذ جورج، بالنسبة للبيان الوزاري هل الأمن يجب أن يكون اليوم من الأولوية؟ يعني ما هي الصيغة المثالية اليوم برأيك للبيان الوزاري؟ بطبيعة الحال الأمن هو من الأولوية، هذا ما شدد عليه معظم الوزراء الذين زاروا اليوم مقر التفجيرين، وبالتالي هذا الأمن كان من الأساس هو أولوية قبل التفجيرين، وبالتالي هذان التفجيرين أعطى مصداقية لهذا البند الأساسي على بيان الوزاري للحكومة الجديدة. نعم، هل يعني كمان هذا يعني أن هناك حاجة لتفعيل إعلان بعبدة فيما يخص شق السلاح؟ أولا تفعيل الإعلان بعبدة لا يكون فقط بالبيان الوزاري. أنا باعتقادي تفعيل الإعلان بعبدة قد بدأ فعلا، بدأ من خلال هذه الحكومة التي تضم جميع المكونات، بدأ ثانيا من خلال إعطاء الحقائب الأمنية إلى قوى 14 أزار وإلى تيار المستقبل، بدأ من خلال مهمة رئيس نبيه بري في كل من الكويت وإيران عندما طلب أمير دولة الكويت بالقيام بالمبادرة. هذه المبادرة باعتقادي لا تقوم مع طهران بين طهران والمملكة العربية السعودية إلا إذا قررت طهران الضغط على حزب الله الانسحاب من سوريا، وبالتالي هذا ربما يصبح مطلبا مشروعا بعدما أعلن الملك عبد الله الثاني أن الجهاديين السعوديين عليهم أن يعودوا من سوريا إلى السعودية، وحذر من أي إرسال شباب. فباعتقادي هناك استراتيجية دولية تقضي بسحب التكفيريين الذين جاءوا من دول مختلفة إلى سوريا، وهذا الأمر بطبيعة الحال سوف يسري على حزب الله عاجلا أم آجلا إذا ما أخذت هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار، وهذا من شأنه أن يخفف من العمليات الإرهابية إذا كانت الزريعة هي تورط حزب الله في الداخل السوري. طب وبالنسبه للتعاطي مع الازمه السوريه في هذا الاطار، هل هناك برايك استحاله لانه يكون في نظره مشتركه فيما يخص الازمه السوريه اليوم؟ باعتقادي الازمه السوريه بعدما فشل جنيف 2 ربما بدات تنحو نحو المشهد العراقي، وبالتالي ربما سوريا ذاهبه نحو تفتيت اقليمي مذهبي، وهذا الامر خطير للغايه، لاننا كنا نتحدث عن معركه القلمون يبرد الان نتحدث عن امكانيه هجوم دمشق،
وهذا يعني أن هناك قرار دولي باستمرار العنف، لكن هذا العنف يتخذ شكلا آخر لأنه في سوريا استحقاق رئاسي أصبح قريبا. نعم. وباعتقادي أن العنف حاليا هو تفتيت الكيان السوري إلى كيانات مذهبية متقاتلة، وهذا أمر خطير للغاية. لذلك سياسة النقيب النفس كما تفضلت أصبحت ضرورة وطنية. إذا كان لابد من استحقاق رئاسي في لبنان، فباعتقادي أن هذا الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يحصل إلا بأمن أقله مضبوط بالحد الأدنى. من هنا نرى أن الحكومة الجديدة مسؤوليتها كبيرة، لكن هذا يقتضي أيضا قيام عمل دبلوماسي من قبل هذه الحكومة. نعم. على مستوى الدول الشقيقة والصديقة، لكي يكون هناك نوع من التعاون الدولي لمساعدة لبنان على استقرار صحته. يعني هل الإسراع في هذا البيان الوزاري ممكن أن يؤدي استاذ أولا جورج؟ البيان الوزاري سيكون مختصرا. نعم. لن تكون هناك أيضا نقاط خلافية. الهدف من البيان الوزاري هو تفعيل الإداء الحكومي. نعم. وعلى هذه الحكومة أن تأخذ دورها في المحاربة. جورج، هل أصبحنا يعني في لبنان في قلب المعركة مع الجماعات المتشددة؟ نحن في قلب المعركة، وبالتالي عندما يضرب الإرهاب صحيح أنه يضرب في مربع ما، ولكن الذي يذهب الضحايا ضحايا من كل اللبنانيين، وبالتالي لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء في ظل تركيبته الداخلية. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أكثر من 1.5 مليون نازح سوري أتوا بكل تداعياتهم على الساحة اللبنانية، فضلا عن القضية الفلسطينية حيث هناك 500,000 لاجئ فلسطيني في لبنان، فكيف إذا كان هذا اللجوء سيستمر إن لم تكن هناك حق عودة؟ من هنا نرى أن لبنان يمر في مرحلة عصيبة. الحكومة عليها مهمات كثيرة، أولها الأمن ومن ثم الأمن والاستقرار لبلوغ الاستحقاقات الرئاسية. بدي أتشكر جدا مشاركتك معنا المحلل السياسي الأستاذ جورج علم، أهلا بك معنا. شكرا. في اليوم. شكرا. على الحرة.